ازيكم اصحابنا عاملين ايه؟ معاكم جودي. معاك جودة من قناه تعلم جودي. النهارده هنعمل فيديو جديد فجأة جديدة. بس قبل ما نبدا الفيديو عايزين انكم توصلوا الفيديو ده ل 1000 لايك. تجهيز لشنطة النادي. تجهيز شنطة النادي. عمالين يقولوا لكم النادي النادي فين الشنطة فين التدريب صح؟ صح. طيب قبل ما نبدأ الفيديو عايزين نشكر كل ايه؟ اصحابنا على الكومنتات والكلام الجميل اللي بيكتبوه لكم في التعليقات صح؟ صح. نقول شوية اسامي ولا نعمل الشنطة الاول؟ نعمل الشنطة الاول. نعمل الشنطة الاول؟ طيب الفيديو روحوا على قناة عزة هم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان تعرفوا كل جاتهم جدا. بصوا انا بس عايزة اوري اصحابنا الاسامي اللي جت بس على اخر فيديو. بصوا انا عايزة اوريكم كمية الاسامي اللي احنا بنقولها يعني كمية فظيعة. واحنا على قد ما بنقدر بنكتب اسامي وبنقول صح؟ فيعذرونا شوية اللي ما تقالش اسمه في الفيديو ده اكيد هيتقال ايه؟ عشان احنا بنحبهم كلهم صح؟ صح. واكيد عايزين نقول كل ايه؟ كل اساميهم صح؟ طيب دلوقتي هنقول دول في اخر الفيديو. عايزين بقى نقول بسم الله. بسم الله. ونعرفهم احنا بنحط ايه في الشنطة بتاعة النادي. طيب نقول بسم الله. نبتدي بمين؟ ماشي الصغيره. طيب هنشوف حاجه من هنا وحاجه من هنا. الصغير للكبير. طيب اول حاجه لازم نحطها في الشنطه بتاعه النادي هي ايه؟ طيب وريني كده المايو بتاعك يا جايده. وريهم كده المايو بتاعك عادل. الله. وانا ده الايه؟ ده المايو بتاع البسين. ده اساسا بيبقى مخصوص لتدريب الايه؟ السباحه صح؟ وريهم كده يا جايده المايوهات التانية اللي عندك. ده اللي احنا بناخده. واحنا برضو عندنا مايوهات تانية بنروح بيها المصيف وممكن نبقى نبدل فيها مره مع الايه؟ مع المايوهات دي. ثواني يا جودي. يلا يا جايده وريهم كده. هاتي عدلهولك. وريهم الموف لحد ما عدل. ده المايو الموف ده برضو بتاع تدريب سباحه وبنروح بيه برضو المصيف. وريهم المايو التالت ده بقى ما ينفعش نروح بالسباحه خالص. ده المصيف بس. ده اللي هي الجزء ايه؟ السكيرت الصغنطوطه. ايوه والقطعه الصغنطوطه اللي فوق. وريهم ده كمان. يلا بقى دوري. حاضر. خدي طبقي ده. ماشي. وريهم ده كمان. ده كان بتاع جودي بس صغر بسرعه او جودي كبرت بسرعه حاجه من الاثنين يعني حد صغر وحد كبر صح؟ فاديناه لمين؟ لجايده. اديناه لجايده لان هو لسه يعتبر جديد. دي كده المايوهات بتاعه جايده. بس جايده هتاخدي مين بقى؟ فتحطي مين في الشنطه؟ الاسود. طيب هاتي بقى الباقي كده نحطه في الدولاب. وري بقى كده اصحابك يا جودي المايو اللي انت هتاخديه معاكي في الشنطه. وضحهم. هنطبقه. حاضر. ده المايو بتاع الأنسة جودي بربع كم كده صغنن وهو شورت وعليه ايه؟ وعليه سكيرت كده صغننه من فوق بس شكله في اللبس بيبقى عسل. هيشوفه في الفيديو الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. وريهم المايو التاني بتاعك. ده بقى كان وش الخير على جودي صح؟ بسم الله ما شاء الله. ده اول مايو جبناه لتدريب السباحه بس برده هو جميل ولسه كويس. برده كان مكتوب عليه اديداس برده ربع كم وشورت وبرده فيه ايه؟ سكيرت. هتاخدي مين اني واحد فيهم معاكي؟ الاسود. تمام. طيب كده خلاويص المايوهات. بناخد ايه تاني معانا في الشنطه؟ هتاخدي معاكي ايه جودي في الشنطه اني واحد فيهم؟ ده الاسود. الاسود برضو. طب هاتي المايو التاني. طيب هنحط ايه تاني؟ بنحط ايه تاني في شنطه النادي؟ ازازه الميه بس طبعا بنعملها تلج وبنشتري من هناك ميه تاني ونعمل دي على دي كده عشان نشرب ميه ساقعه طول النهار. طيب بناخد ايه تاني؟ اسمه ايه ده؟ البونيه. وريهم كده يا جايده البونيه بتاعك من قريب. قربي قوي يا جايده. الله. ده ايه ده؟ مش قادره اقول لك ده فول كلر. طيب ماشي. ده بقى البوني بتاع الانسه جودي. عايزين لو اتقطع او جرى له اي حاجه نجيبه على بينك بقى. بينك يعني بدل ما يبقى لونه ابيض.
عايزه كله ابيض ابيض خالص؟ خلاص اوكي ماشي ده كده ماشي ده كده البنيه. طب بناخد ايه تاني؟ الشنطه. ده انت ذكيه جدا. لا بناخد هنحط ايه في الشنطه؟ النضاره. النضاره؟ طب بالراحه وريهم النضاره بتاعتك. لسه محافظين. تعالي كده وريهم الشنطه بتاعت النضاره. يس هاتي كده. دي النضاره بقى دي دي كده ايه ده الكيس او الجراب صح بتاع النضاره صح؟ النضاره بتاعه الانسه جايده لونها ايه؟ لونها بيربل لونها موفي ونضاره الانسه جودي لونها بينك. جبناها لون الايه؟ لون العلامه اللي في المايو اللي هو الاسود صح؟ طيب يبقى كده المايو البنيهات النضارات. الانسه جودي بقى بتحتاج ايه زياده في التدريب بتاعها عن الانسه جايده؟ لان جودي طبعا في السن التدريبات بتاعتها بتحتاج حاجات ازيد الليفل بتاعها من ليفل مين؟ جايده. وريهم كده يا جودي اول حاجه بتحتاجيها ايه؟ الزعانف. جودي لازم الزعانف دي بتساعدها ان الحركه تبقى اسرع في الميه، بس دي بنحتاجها في التدريب بس في البطوله ما بتتلبس صح؟ خالص. دي الزعانف بتلبسها في رجليها. بتحتاجي ايه تاني يا جودي؟ البادلز. قربيهم كده يا جايده. انا مش بحتاجها. البادلز دي مهمتها ايه؟ اتفقنا الزعانف بتسرع الحركه. البادلز مهمتها ايه؟ مهمتها ان تفضل فارده الصوابع كده وتعرف تاخد الحركه صح في ايه؟ في الميه. دي كده الحاجات الزياده اللي جودي بتحتاجها يعني عشان الليفل بتاعها ازيد من ليفل مين؟ زايده. طيب بناخد ايه تاني معانا؟ فوطه. الفوطه صح؟ فوطه او بشكير. هو المفروض كنا بناخد في الشتاء اللي هو البورنوس بتاع البسين، بس بياخد مكان كبير قوي في الشنطه، فاحنا بناخد الايه؟ بناخد الفوطه. دي بتبقى ايه؟ بتبقى احلى واصغر شويه. طيب بنحتاج ايه تاني بقى اول ما بنطلع من الميه؟ بنحتاج ايه؟ ضروري ناخد معانا، قربي كده شويه. شامبو صح؟ بنحتاج الاول الشامبو. بنحتاج شامبو طول الصيف، طول ما انت بتنزلي البسين لازم يبقى عنايه للايه؟ للشعر، وعنايه للتلف، لان البسين يعني الميه بتاعت البسين بتبهدل الشعر. وبنحاول على قد ما نقدر ما نستعملش زيت، بنستعمل لا اما كريم لا اما لا نوم، بديل الزيت صح؟ صح. ايه تاني؟ بنحتاج الشاور. احنا حاطين الشاور في الازازه دي عشان تبقى تقضي كده مكان في الشنطه. معانا ايه تاني عشان نسرح؟ معانا مشط. بناخد ساعات مشط او فرشه. طيب ايه تاني؟ البرفيوم. ده البرفيوم ده اختراع بقى الانسه جايده. قعدت اقول لهم مش ضروري برفيوم، انتوا بتبقوا رشين قبل ما ننزل. جايده قالت لي ايه؟ لا لازم. تعالى عدلك هدومك. يس. بنحتاج ايه تاني؟ المناديل. المناديل طبعا بنحب ناخد بكره مناديل عشان تبقى كتير كده. واليوم طالع مين اللي كل شويه في الميه يقول لي ماما عايزه منديل، ماما مناديري، ماما عيني، ماما ودني صح؟ مين؟ انا. طيب اخر حاجه بقى بنحتاجها وبتبقى ضروريه جدا علشان واحنا رايحين النادي واحنا راجعين من النادي لازم نبقى لابسين كاب. المفروض يبقى معانا مع ده كله بقى حاجه تكون اساسيه. نو الشنطه طبعا هنوريها لهم. لازم يبقى معانا حاجه اساسيه هي السامبلوك، وده اتفقنا هنجيبه واحنا نازلين ايه؟ يعني بكره باذن الله. تمام. وبنحتاج ايه تاني بقى اول ما الانسه خلاص بتغير وكله بيبقى تمام؟ بتحتاج تحط كريم الايه؟ التفتيح. حتى ما طلعتيهوش؟ صح نسيتيه. اهو الكريم بتاعي اهو. تمام. جوتي بتحتاج كريم التفتيح. كريم التفتيح. هي المفروض جودي وجايده بيحطوا منه، بس اكتر واحده بتحط منه مين؟ انا. الانسه جودي. طيب كل واحده بقى تحط حاجتها في ايه؟ في شنطتها. طيب كده خلاويص كل واحده بقى يلا حاجتها كده جوه الشنطه. جودي جبتي كيس صغير تحطي فيه الشامبو وبديل الزيت والشاور. ياس شطوره. يلا شاطر. دي كده ايه؟ دي كده شنطة النادي او الشنطة اللي بنحط فيها حاجة الايه؟ اللي بقى لاصحابكم يستنوا فيديو روتين يوم كامل بالنادي الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا لموا حاجاتكم. ماشي يلا شطور.
لمينا الحاجة في الشنط، والأنسة هنا زعلانة وضايقة ماما، صح؟ صح؟ عايزة تحط الحاجات اللي على مزاجها في الشنطة، واللي مش على مزاجها تحطه في شنطة مين؟ جودي. ما ينفعش، ما ينفعش يا جايدة، تعالى قولك. أنا واخدة بدرس بنزعيني جايدة، ما ينفعش يا جايدة، ماما عارفة المفروض نحط إيه وما نحطش إيه. اسمع كلام ماما جايدة، بنات الشاطرين بيقولوا إيه؟ حاضر يا ماما. بيقولوا ايه جايدة؟ حاضر يا ماما. يلا روحي قولي. وانا مش بس بحضنة. تعالى عروستي. تعالى حبيبي، انت عسل برضو بس مطلع عينيا في حاجات تانية. لا ماشي، ما بخفقك. بص ابتسمي، تخلصي ازاي؟ بص احلى، شفتي بقيتي قمر لما ابتسمتي ازاي؟ بصي طيب قولي لاصحابك، شكلي دلوقتي احلى ولا شكلي وانا مقشرة؟ هيقولوا لك شكلك دلوقتي وانت مبسوطه. جهزنا الشنط، وري بقى كده لاصحابك الشنطه من قريب بعد ما اتجهزت. بتاعه جودي تقيله شويه علشان حطينا مع جودي الشامبو والشاور، صح؟ طيب البسيها كده زي اختك، وري اصحابك. واو عسل خالص. بتاعه جودي يعني تقيله سنه، دوري كده. جميله والله يا جودي جميله. طيب كده خلاص جهزنا شنطه النادي. خلاويس يلا بقى قولي اسامي اصحابكم عشان نختم الفيديو. قمر 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 قمر، يلا حطي بقى الشنطه على السرير عشان ما تبقاش على ظهرك توجعلك ظهرك. يلا يا جوج، لا ورينا اقول لك تقولي مين الاول عشان انت بتقولي. لا قولي ده عشان دول دي الاسامي الاولانيه. بسرعه بسرعه يلا. رضوى رينات ماريا يس، حبيبة وحازم وعامر يس، ملك ومنة ريم ميسون. أيوة بسرعة شوية. وعائشة عائشة. دايما بتتلخبطي في اسم عائشة على فكرة. يس زينب ألفة فريدة ريناد ايه الاسم صعب قوي كده. ايه انت بتكتبي وخط لكعة. معلش ريناس روليتا وقلتي فريدة. ياس ريناس روريتا مي ومكه. قولي كده اللي قدامه بقى كده عشان اصحابك ما يزعلوش. اسماء هاجر واسماء ويوسف حنين نادين مي ايه دي وريني. روزانا فاطمه نور اخد غزل هنا ملك وهاجر وفرح. كل دول احلى ايه؟ احلى اصحاب في الدنيا. هنقول باقي الاسامي بس في الفيديو الجاي. ياس استنونا بقى في الفيديو الجاي هنقول شويه اسامي كمان. تقول لنا في النادي بقى. استنونا في فيديو النادي، كفايه قوي كده عشان طولنا عليهم قوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب. تعالوا جايز عشان نسالكم كل بتاعتنا الجديده. باي باي. لايك وشير سبسكرايب. قولي لاصحابك لو في حد منهم بيحط حاجه زياده في شنطه النادي يكتب لنا ايه؟ في التعليقات. تحت في التعليقات. يلا باي.